السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام. وده فيديو رقم 2 في امتحان الواتساب. طيب أنا كده بشوف في قطعة الأمام أهم بدوران الرقبة الجديد ودوران الإبط الجديد أهو، وعملته بالشكل ده. تمام، هشوف في الخلف وبستخدم المسطرة بتاعتي عشان يطلع مظبوط. زي ما حضراتكم شايفين لازم هعمل المشروع يبقى خطواتي دقيقه. تمام، طيب الناس دي مؤهله معايا علشان تبتدي المستوى الثالث معانا على جروب الواتساب، وهو الخياطه بدون بترول. لان قلت لحضراتكم قبل كده مش معقول كل ما تجيلي زبونه اروح بقى ايه اجيب لها ورق شفاف واجيب لها بقى ايه لوحه واقول لها استنى لما ارسم لك الخريطه بتاعتي. لا، فلازم ده كده ايه الخلف ابقى اعرف الخياطه بدون بترون، بس طبعا كان لازم من تعليم البترون. تمام، خلاص كده هنقص ونطبق على القماش. ايه بلوزه هنا من السواي، ده القماش اللي مطلوب وهعملها لكم عشان انا عايزاكم ايه تهتموا بالتفاصيل. موديل زي ده عايز قماش انسيابي زي السواي كده عشان يديكي نسبة كشكشة حلوة، وعشان ناعم، وعشان قماش صيفي في نفس الوقت. تمام، لما تكوني انت هتستخدمي اعادة تدوير ولقيتي ان الجزء هنا متني استفيدي بيه، استفيدي بيه يوفر معاكي وقت. تمام، طيب ادي الامام اهو، خلاص ده كده الامام. يبقى انا عندي الجزء ده متني فانا خلاص ايه هستفيد بيه. طيب بدبس كويس قوي على مقفول اهو، تمام. انا برسم الرسمه العاديه. تمام، ما تعمليش الجنب ده دلوقتي، ادي الواحد سنتي بتوع الخياطه، انت تعملي الواحد سنتي بالمسطره. تمام، طيب اهو. طيب لو واحده بقى شطوره بقى وهي بقى قبل ما تقص الجزء ده كده تروح ايه جايبه حته القماشه اللي هتعملها مثلا ايه بطانه. تمام، تمام، ادي حته القماشه اهي، واروح حطها فين؟ حطها تحت الجزء ده كده عشان ابقى عملت بطانه بالمره. بقى احنا خلاص عرفنا نقسم القماشه دي على الامام والخلف اهو. تمام، مقفول على المقفول، حطها كده عشان ده كده يخليني اعمل البطانه مع بعض مع الجزء ده اهو، ده يوفر عليا ايه وقت ومجهود. خلاص، طيب انا هنا الموديل بتاعي فيه كشكشه كتير في الجزء ده. خلاص، بصي تعالي هنا كده وروحي ايه زودي الجزء ده كده اهو على القماش، بصوا اهو، واروح مزوده الجزء ده اللي انا عايزه ايه تظهر فيه الكشكشه اهو. شفتي بقى كده اهو، ما تنسيش الدوران اللي هنا. تمام، مش مشكله، مش عايزين التاني. فهمت كده؟ يبقى انا لما زودت الجزء ده لما اجي اكشكشه يديني الكشكشه اللي انت شايفاها في الصوره. لازم في كل حاجه بنستفيد منها معلومه جديده اهو. بس طبعا انا لما اديكي الاساسيات واديكي مرحله تدريب ومرحله موديلات لازم تمرني نفسك انه انا كمان لازم اقرا البترول، لازم اتعود ان انا اقراه اهو. تمام، وايه على قد ما تقدري كده هنا يديكي كشكشه عشان ما يبقاش الموديل يعني سك كده ما فيهوش اي تفاصيل. تمام، اي زياده في البطانه بنشيلها وانت بتخيطي. ايوه، بصوا انا شلت هنا ايه التانيه بتاعت الجزء ده عشان انا عايزاها شكلها يكون دائري برضو اهو. تمام، طيب ده كده ايه الخلف، ما برميش الزبده، ما برميش ورق الزبده. تمام، ابقى انا عملت ايه شفتوا بقى قبل ما امشي. بصوا بقى القطعه دي كده لازم اعمل علامه للكورنيش اهو اللي انا هركب فيه الاسك ده، مهم عشان الاسك يكون متصل على بعضه لازم اعمل له علامه اهو. خلاص، لازم اعمل له علامه، واجي هنا كمان بالمقص واروح عامله له علامه. تمام، طيب ادي قطعه الامام معايا
اهو تمام. ادي قطعه الامام بالاستك عشان لما اجي اركب الاستك يبقى مكانه مظبوط. شايفين يديك الكشكشه ازاي، ودي معاكي البطانه. وطبعا فهمنا يعني ايه تركيب البطانه اهو بالشكل ده. ده كده تركيب البطانه زي ما اتعلمنا. طيب وهنشوفه برده على الخياطه. ناخد بقى الخلف، حط برده قطعه البطانه اللي انا هعملها، الخلف برده يعني على مفتوح بس ايه ما فيهوش لا سوسته ولا زرار. يعني انا ايه قلت اختار موديل يكون سهل عشان اعمل مفتوح، يبقى لازم 1 سم عشان باجي اخيطهم مع بعض يدوا مقاس القطعه الثانيه. قلت اختار موديل سهل شويه، بس اول ما شافوه اتخضوا، مع انه لو كانوا شافوا الفستان اللي انا كنت مختاره لهم كامتحان كانوا قالوا ايه لا خلينا بقى في الايه في الموديل الصيفي الجميل البسيط السهل ده اهو بالشكل ده. طيب عملنا ايه هنا، رحنا واخدين للاخر كده على قد ما نقدر التوسيع عشان ايه تدينا كشكشه. طب الموديل ده يعني لما اعمل الكشكشه، سؤال بقى، السؤال اللي هيجي محتمل يعني متوقع، هل مش هيزيد مني؟ مش هيزيد، انا واخده اهو الاوت بتاعي، ما عندكيش مشكله. ما جيت ركب الاستك كل الموضوع ده هيبقى متساوي. ده موديل صيفي واسع مريح بالشكل اللي انت شايفاه، مش محزق مش فاضي يا جماعه. واحد سنتي شكل حضراتكم شايفينه ده، ما اسهل هذا الامر، يعني موضوع ما فيهوش اي صعوبه خالص. المفروض بس ان انا ايه اشغل دماغي شويه في التفكير، افكر في الموديل، اعمل له تشريح تحليل، يعني لازم اخد ساعتين احلل بس الموديل بتاعي. هعمل دي، ده القصه دي شكلها كذا، كورنيش ده واخد التلت، واخد التلت من اول هنا، يبقى حساباته امرها كده، فاهمه؟ هو ده اللي انا بقول عليه كل مره. تمام، باخد علامة الكورنيش هنا اهو. واحدة شطورة معايا تقول لي ايه خلف على مفتوح. الله حاضر عيني، خلف على مفتوح تبقى بطنته كمان على مفتوح. اهو يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين. نروح نشوف بقى الخياطه علشان نشوف موضوع الشرط الامام عشان نعمل ايه. اول حاجه البطانه، تمام، ما ننساش المقص عشان التفتيح. طيب اهو بفتح كده، السواي ليه ظهر وليه امام، تمام، بخليكم فاهمين علشان يبقى الشغل مظبوط. طيب اهو شايفين كده البطانه، بعمل ايه زي ما اتعلمنا، دوران الرقبه الاول بسم الله، بعمل التفتيح بتاعي بتاع راحة القماش عشان لما اجي اطبقها تبقى ايه مريحه. طيب بجهز الاستيك عشان كل قطعه تتعمل لوحدها. طيب هعمل ايه بقى، بطانه الابط اهو، دي كده بطانه الابط اللي هتخلي لي شكل الموديل حلو جدا اهو. تفتيح برضه. طيب تمام، البطانه لقيتها زايده من جنب واحد، ابقى انا غلط، ابوظ الدنيا، اتوه، اغرق، ايه المشكله؟ اهو قدامكم انا ما عملتش استئناف وظبطت الدنيا اهو.
بخيط عادي جدا جدا ولا كاني شايفاها اصلا اهو. بس يا جماعه طالما هي مستريحه ومتساويه يبقى ده عندي زياده، زياده نتيجه مثلا المقص اتحرك، ما دبستش كفايه، فاهمين ازاي؟ بس هي مش نهايه الكون بالله عليكم، عشان ايه انتوا بكتر الفيديوهات اللي انتوا بتشوفوها بالنسبه لكم جاهزه كده وان هي ما فيهاش اخطاء، متهيالكم ان ما فيش حد بيغلط يعني، او ان هي ما بيبقاش فيها اخطاء بسيطه اهو. خلاص كده تمام. طيب ده كده بالنسبه لي ايه لما اجي اقلبه كده اهو يديني فينش بقى عالي زي الشغل الجاهز بالظبط اهو. خلاص يبقى انا عملت ايه؟ ريحت طبعا بالمكوه هتتفرد وتديكي اللي انت عايزاه. طبعا يبقى انا ريحتها كده تمام. طيب مكان الاستك اهو، ده مكان الاستك. طيب سد الكل عشان الاستك ده ازمه عالميه لناس كتير. انا باخد نص المسافه اهو، الاستك بتاعي عباره عن نص المسافه. خلاص واجي هنا بعد مسافه الخياطه اللي انا هاخدها، سيبي مسافه الخياطه اللي انت هتاخديها اهو، متاخديش من الاول كده اهو. تمام بسم الله. باريحيه، انا مش عايزاه مشدود، باريحيه جدا. ايه رايكم بقى اهو؟ شايفين بقى كميه الكشكشه اللذيذه دي؟ هنا ولا هنا ولا بتاع، احنا وبنركب تروحي مضيقه السيكه كده صغننه، لكن انا عندي الكشكشه دي انا عايزاها. انا واحده عميله طلبت مني الكشكشه، فانا لقيت اخت لينا كده على الواتساب عامله لي تطبيق قريب، لكن مش هو يعني. انا لو عميله كده ورحت لها قلت لها اعملي لي الموديل وطلعت لي اللي انا شفته، لا هو شغلها حلو بس مش هو. انا عاوزه دي بقى، انا عاوزه الكشكشه دي، انا عايزه الشكل ده. خلاص طيب هنعمل الخلف في الفيديو التاني عشان نعمل كمان الشورت. بشكركم جدا، تابعوا معايا الفيديو اللي بعد ده على طول.